في شيء لفت انتباهكم؟ ايه؟ هالارهابيين تيابهم مختلفة ولحيتهم كمان، شوف هداك لحيته طويلة والتاني حالقة، كأنهم مؤسسين ائتلاف. هالشي مزبوط، ائتلاف ارهابي ضدنا. جماعة الاستخبارات خبرونا انهم عم يأسسوا لشي، عم يحاولوا يجمعوا المنظمات تحت سقف واحد ضدنا، مو هيك؟ هالخبر حلو كتير. ليش؟ لانه هالشي بيبين قديش هن ضعاف وقديش هن بيخافوا منا. هذا الشيء الحلو، بس الشيء السيء انه هن مصرين يأسسوا دولة ارهابية عند حدودنا. بعتوا لنا رسالة بهالهجوم وهي أصحكم تطلعوا، بيعرفوا ان القوات الخاصة رح يتحركوا بأول عملية برات الحدود. هجوم اليوم ما انه مجرد هجوم عادي يا شباب، بعتوا لنا رسالة وهي واضحة مثل ما قال يافوز، لا تطلعوا برات حدودكم. هنن دمروا كل الضيعة العربية والكردية والتركمانية واليزيدية، قتلوا الأطفال واغتصبوا النسوان، ما رحموا حدا، قتلوا الصغير قبل الكبير. هدول مجرمين وقتلة، ومن واجبنا نوقفهم. مين زعيمهم سيدي؟ اسم هالإرهابي سانجار، يلي قدرنا نعرفه هلأ أنه هو المسؤول عنهم، بس زعماءهم بيتغيروا. إذا مسكنا سانجار بنفس اللحظة بيجي بداله. في حبال على رقابهم، بس يلي ماسك طرف هالحبال هو عم يحركهم، وعم بيساووا هالشي قدام عيون كل العالم. ايه بالضبط، بيعملوا نزاعات بالمنطقة وبعدين بيبيعوهم الأسلحة وبيكسبوا المصاري، بعدين بيسيطروا على مصادر الطاقة. جولاك مات واندفس، قام طلع لنا هالرجال بداله. لسه ما قدروا يلاقوا جثة جولاك؟ ما لقوها، لساتهم عم يدوروا. الأشخاص المدعومين من القوى العالمية يا شباب بيحبوا الفوضى، وهن للأسف قدروا ينجحوا بخلق الفوضى وخاصة بالشرق الأوسط. نحن لازم نخرب لعبتهم سيدي، نمسك حبال الإرهابيين ونربطهم وبأسرع وقت. إذا فاطمة رد بلكي الموضوع ضروري. ماشي سيدي. ألو، إيه فاطمة؟ حبيبي كيفك؟ حكيت مع أختي جولار وقالت الأمور مو منيحة. إيه والله للأسف. شو رح تعمل؟ رح تقدر تجي لعندي؟ لا ما بعتقد، الوضع تخربط شوي. بجي لعندك أنا؟ فيكي تجي؟ ما منعرف شو ممكن يصير. وبالي عندك، الأفضل تجي لهون، وأختي جولار موجودة وبهار كمان بيهتموا فيكي. طيب، ما رح يسمحوا لي سافر بالطيارة وأنا بهالحالة، رح لاقي طريقة تانية. بتحبي أنا أجي أخدك؟ ما في داعي، لا تشغل بالك، أنا بحلها، لا تخاف. دخيلك يا ربي. طيب أبي بيجيبك. خلاص قلت لك أنا بحلها، شوفك. ماشي حبيبتي، ماشي. هاي المنطقة وهالمنطقة كمان وهون وهي المنطقة، كل هالمناطق بتتعاون معنا، وهنن الهدف الأول للمنظمة ونحن أملهم الوحيد. ما فيهم يقاوموا؟ ما عندهم أسلحة، ما فيهم يواجهوا إرهابيين عندهم أسلحة متطورة. سيدي ليش ما منتدخل ومنساعدهم؟ فريق القوات الخاصة ما في يواجه هالشي لحاله، نحن عم نحكي عن آلاف الإرهابيين المتطرفين. بيساعدنا الجيش. بالأول لازمنا قرار من القيادة بهالشي، والقرار على الطاولة. رح يتقدموا على هالمكان ضيعة تركمانية، وهالضيعة موقع كتير مهم بالنص تماما،
لها أهمية استراتيجية من شان عملياتنا برات الحدود. منفوت على الضيعة الليلة. بالضبط تماما. إذا وصلوا على هاي الضيعة قبلكم رح يقتلوا الكل. على القليل اللي بينما يأصدروا هالقرار خلونا ننقذ الناس يلي هنيك بسرعة. بركي ما أصدروا القرار رح نترك الناس يموتوا ما نعمل شيء؟ بحياتنا ما تركنا مظلوم يواجه الموت. ما بنقبل بهالشي بنوب. هالعلم يا رجال مو بس للشعب بجمهوريتنا، هو علم كل المظلومين بالدنيا. يا شباب ليش لبسنا هالبدلة العسكرية؟ لنكون الأمل للمظلومين، لنمد إيدينا للناس المحتاجين، وإذا ما ساعدناهم ما حدا رح يساعدهم. ما رح نوقف نتفرج على المشاذر يلي عم تصير هنيك، وما رح نسمح إنه تتأسس دولة إرهابية على حدودنا لو شو ما صار. ما منتراجع عد ما كانت أعدادهم، وما منخاف حتى لو استخدموا كل الأسلحة. بالقوة يلي بقلبنا رح نخليهم يتراجعوا. ولا تنسوا مو نحن يلي منخاف، هنن يلي رح يخافوا. مستحيل نسمح لهم يحتلوا الضيعة. الله يوفقكم ويحميكم. تسلم.